تقدم حماة الديار، ففر المرتزقة هاربين تاركين خلفهم ما يدل على حجم إجرامهم وإرهابهم ومدى التمويل الذي يتلقونه حتى يستمروا في هذا الإرهاب. الممتدة من جنوب الأوتوستراد الدولي من القابون باتجاه جوبر، وخلال مداهمتها أوكار الإرهابيين، ضبطت قواتنا المسلحة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، من بينها قذائف يدوية الصنع وقنابل وعدد من الصواريخ المضادة للدروع. المكان تم العثور على مخرطة لصنع القذائف والعبوات المتفجرة التي تم استخدامها في تخريب البنى التحتية والمدنية، وهنا جرافة تم تصفيحها من أجل إقامة المتاريس والحواجز الترابية. ومن بين ما تم ضبطه هذه العربة التي استخدمها الإرهابيون لنصب الرشاشات عليها. مع كل تقدم للجيش العربي السوري يتهاوى المزيد من أوكار الإرهابيين، ولتسقط معه كل الوسائل التي أعدها الإرهابيون لسفك دماء السوريين.